الموضوع مهم جدا ولازم نعرف تفاصيل اكتر عنه من خلال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. اهلا بك يا دكتور محمد وكل سنة وسيادتك طيب. اهلا بحضرتك فندم، وكل سنة وحضرتك طيب يا هشام، وكل أهلا بيك سنة وشعب مصر بخير ان شاء الله. اللهم امين. يمكن الهيئة العامة للخدمات البيطرية عاملة يعني شغل متواصل، وفكرة ان انتوا تحققوا التارجت بتاعكم وان انتوا تحافظوا على الماشية بشكل معين وذبحها ما يكونش قبل سن معين، الموضوع مش جديد يا دكتور محمد، لكن هو موضوع قديم جديد، الفرق بس في فكرة المتابعة والتنفيذ بشكل فعلي. طيب هو خلينا أقول لحضرتك، طبعا الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ضمن الأدوار المنوطة بيها هي حماية الصحة العامة وحماية الثروة الحيوانية وحماية البيئة. دي ثلاث أدوار أساسية بيقوم بيهم الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو الطبيب البيطري في إطار شغله في تنمية الثروة الحيوانية. الموضوع مش بيبقى منظور من جهة واحدة، بيبقى منظور من كذا بعد الصحة العامة وبعد في الحفاظ على البيئة وبعد في حماية الثروة الحيوانية. فبالنسبة للصحة العامة طبعا احنا لابد ان كل اللحوم اللي بيتم تناولها بيتم فحصها بشكل دقيق من القائمين في الطب البيطري وفي إدارة المجازر. عندنا المجازر اللي موجودة على مستوى الجمهورية بيشرف عليها الطب البيطري إشراف فني، وبيبدأ ياخد فيها فحص دقيق للحوم ونتأكد من سلامة اللحوم قبل ما تطلع. في جهود كبيرة بتقوم بها الأطباء البيطريين علشان نتأكد من جودة اللحوم. طيب احنا في الحالة دي اللحوم اللي بتتباحش في المجازر بتكون مخالفة للاشتراطات اللي بينص عليها إدارة المجازر أو اللي بينص عليها القانون في التعامل مع الحفاظ على سلامة المواطن والحفاظ على الثروة الحيوانية. زي مثلا إيه؟ إن إحنا بنشترط إن لابد إن يوصل الحيوان لوزن 400 كيلو حتى يتم ذبحه. ده ليه؟ لأن الفترة اللي هي على حد ما يوصل لهذا الوزن تبقى فترة صغيرة، فلو ذبح الحيوان وهو صغير في السن ممكن يبقى الوزن 100 كيلو اللي هو البتلو مثلا، ممكن من 80 ل 100 كيلو، نسبة التصافي فيه بتكون قليلة شوية. فبالتالي ده بيعتبر حد ان احنا لو سبناه فترة سنة او سنتين هيوصل لوزن 400 كيلو، وده يساهم في زيادة الانتاج بشكل كبير، انتاج اللحوم يعني. تاني حاجة ان احنا طبعا عندنا هذه اللحوم بتخش المجدر بيتم فحصها والتأكد من سلامتها للمواطن، سلامتها للإنسان اللي هياكلها. فإذا ما أكلش اللحوم دي أو إذا ما فحصتش اللحوم دي فقد تمثل ضرر على المواطن، وبالتالي إحنا لابد إن إحنا ندقق الفحص، على الرغم إن إحنا كمان بنفحص الماشية وبنتأكد من سلامتها عن طريق حملات التحصين اللي بيقوم بها الخدمات البيطرية والطب البيطري على مستوى الجمهورية، وبيبدأوا يعملوا حملات تحصين وحملات رقابة وحملات تجريه علشان نحافظ على اللحوم اللي موجودة، لكن كمان إحنا بنبقى حريصين على الفحص الدقيق. كمان الحاجة الثالثة إن إحنا عندنا في هذه الإدارة في كمان متابعة للمخلفات، إدارة المخلفات علشان نحافظ على البيئة ونحافظ على إن إحنا نستفيد من كل حاجة بتطلع من الحيوان. دي الحقيقة ثلاث أدوار أساسية، وبالتالي في تغليظ للعقوبة في حالة أي تلاعب في مثل هذه الأمور. بتوصل ليه العقوبة هنا يا دكتور محمد مع من يخالف؟ طبعا من يخالف القانون ومن يخالف اللوائح اللي موجودة والنظم اللي موجودة بيتم معاقبته، بالتالي في متابعة بتحصل، وكمان في تأكيد واضح من معالي وزير الزراعة الأستاذ سيد القصير إن لابد يكون كل ما يتم في وزارة الزراعة وفي الخدمات البيطرية لابد أن يعود بالنفع المباشر على صحة الإنسان وعلى سلامة الإنسان وعلى المزارع نفسه. لابد أن يبقى فيه عائد اقتصادي يعود على المزارع، لابد أن يكون فيه عائد يعود على البيئة بشكل واضح، لابد أن يكون فيه عائد يعود على الثروة الحيوانية بشكل سليم، وفي توجيهات من تكثيف الرقابة وتكثيف العمل وحملات التجريع وحملات التحصين، لابد من تكثيفها، لابد من الاهتمام بالثروة الحيوانية، ولابد من التكامل كمان ما بين القطاعات المختلفة اللي تعمل داخل الوزارة علشان يكون المنظومة واضحة والمنظومة تكون متكاملة لخدمة الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة. طيب هنا فرصة دكتور محمد ان احنا نسأل على متوسط اسعار اللحوم. احنا طبعا بنشوفها بتختلف من مدينة للتانية، من مدينة القرية، من حي لحي جوه نفس المدينة، فعايز اعرف من حضرتك متوسط اسعار اللحوم دلوقتي وصل لغاية فين؟ طيب هو خليني اقول لحضرتك برضو احنا كان عندنا اللحوم كانت وصلت في فترة من الفترات لارقام كبيرة شوية، لكن مع الجهود اللي بتقوم بيها الدولة زي طبعا مشروع احياء البتلو، احياء مشروع البتلو، وده ساهم في تمويل عدد كبير من المزارعين، يصل حوالي 6000 مزارع لتمويل رؤوس البتلو وتغذيتها علشان نزود من انتاجيتنا في الثروه الحيوانيه. كمان عندنا مشروع استكمال الطاقات الفارغه اللي بيتم ملء الاماكن او الطاقات الاستيعابيه نستكملها داخل المزارع
المزارع اللي ما عندهاش القدره انها تقوم باستكمال هذه الطاقات علشان نعظم من انتاجيه المزارع ونعظم من الاستفاده من الوحدات اللي موجوده فعليا ومش قادره تشتغل لضعف التمويل. كمان في المشروعات اللي السيد الرئيس افتتحها زي مشروع الفيوم الاخير والمشروعات اللي طرحت بالفيديو كونفرنس، كل دي بتساهم في زياده الثروه الحيوانيه. طبعا احنا دلوقتي بنشتغل علشان يعني عندنا قطاع الانتاج الحيواني بيشتغل علشان يدرس ويوفر الاغذيه والاعلاف اللازمه باسعار كويسه وبالتالي يعود بالنفع على المزارع. كل ده بنحاول نشتغل عليه في اكتر من حال، لكن ده كله في النهايه ساهم ان اسعار اللحوم يحدث انخفاض ملحوظ. طب هل حضرتك ممكن تديني رينج اسعار يا دكتور محمد؟ اظن المتوسط من 80 ل 100 جنيه في مثل هذه التوقيتات، يعني ده المتوسط العام. تمام، انا بشكرك يا فندم. في مناطق تغلو وفي مناطق قد تقل، لكن هو المتوسط بس ده ده المتوسط بتاعه. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه كنت معانا هاتفيا، بشكرك الف شكر.